لقد أنهكت جسد الكثيرين من مواطني مدينة كسلا، وعطلت مصالح الآخرين منهم. إنها حمى الشيكونغونيا، والتي باتت على أبواب الرحيل عن المدينة. فالأسابيع والأشهر المقبلة ربما تشهد نهايتها ووداعها للمدينة من غير رجعة. هذا يبلاء، ما في سبب يخلينا احنا نغطي المعلومات. الشفافية مهمة جدا في مثل هذه الحالات عشان نحن نحاصر المرض. ولذلك كانت هذه السياسة التي انتهجتها الوزارة، الآن هنالك مراكز حققت المستوى الصفري من التردد. لما نقول التردد بالمعنى البسيط، يعني انه مراكز اكثر من 22 مركز صحي موجودة هنا لم يحصل فيها تردد منذ كم يوم، وهي اكثر من 42 مركز، 22 مركز ليس فيها تردد، وصل مركز التردد الى الصفر. التضني الواضح لمعدلات المرض وقلة التردد على المراكز الصحية بكسلا يكشف بجلاء تجاوز المدينة للبلاء الذي ألم بها، بيد أن الشيكونغونيا لا زالت تصطاد ضحاياها ولو بمعدل ضئيل بعد أن هاجمتهم قبل أكثر من 70 يوما بالجملة. نرى أن هناك في تناقص وفي تضاؤل، وفي هناك تردد مثل ما ذكر سعادة وزير الصحة الاتحادي، نفس المرضى يرجعون مرة ثانية. فإذا حاليا ندرس كل حالة، سواء من ناحية مخبرية مختبرية أو من ناحية البيئة، على أساس نعرف وين الحالات، كيف ممكن نقلل. لكن أريد أن أقول شيء، السنة الأمطار الحمد لله بوفرة ومبكرة جدا، فهذا عامل خير وبركة، فكيف نحافظ على هالخير من خلال سلوكيات الأفراد ومجتمعاتنا. جهود الحكومة مقرونة بدعم المنظمات والهيئات أفلح في محاصرة المرض، لكن الاستمرار في مكافحته واستيصاله تتطلب جهدا أكبر للحيلون دون عودته مرة أخرى. جهود المبذولة جهود كبيرة جدا جدا جدا، وسواء كانت من الحكومة ولا من المواطنين، يعني المشاركة الجماهيرية كبيرة جدا، وهي مطلوبة في الظروف زي دي للسيطرة على نواقل البعوض وللسيطرة على المرض. إلا أنه هنالك الكثير من الجهود الناس بيحتاجوا لأنه يعملوها في الفترة الراهنة للسيطرة على النواقل البعوض وللسيطرة على المرض. ولئن تصدرت كسلا مؤخرا مواقع التواصل الاجتماعي بين مناصر لمحنتها ومنافح عنها وآخر متاجر بها كما يرى البعض، فينبغي أن تتصدرها وهي الآن في حالة من التعافي. خالد بشير الشروق، ولاية كسلا.